السلام عليكم، ازيك شباب؟ الاخبار واهلا بيكم في فيديو جديد في سلسله التداول. احنا النهارده هنكلمكم عن حاجه مهمه جدا، وهي ايه الاخطاء اللي انت ممكن تقع فيها لو انت لسه مبتدئ في التداول، ولسه مبتدئ تعرف مثلا شويه حاجات، اتفرجت على فيديو او اتنين على اليوتيوب وبعدين قررت انك تدخل السوق. فهنقولك على الاخطاء اللي انت متوقع انك تقع فيها من خبره سنين. فركز قوي في الفيديو ده وكمل الفيديو للاخر، عشان كل خطأ منهم هتقع فيه لو انت مبتدئ. واول حاجه معانا هي قله المعرفه. قله المعرفه انك تخش السوق وانت ما تعرفش ايه مجرياته، وما تدرسش اي حاجه، ولا انت عارف اي حاجه عن التحليل الفني ولا التحليل الاساسي، وتبدا صفقه لغرض انك تكسب بس. يعني انا ممكن ادخل السوق وانا عارف السوق بيمشي ازاي واكسب برضه؟ هو انت هتخسر وتكسب طبقا للتكنيكال اناليسيز او اللي اتعلمناها في الفيديوهات اللي فاتت، والتحليل الفني والتحليل الاساسي بتاعك، هتعرف تخسر ازاي وتكسب ازاي. بس اساسي ان انا بكون عارف السوق بيمشي ازاي وايه هو الاخبار اللي بتاثر فيه والكلام ده. بالظبط. ومن الحاجات اللي ممكن تخسرك فلوس كتير جدا لما تبدا تداول، هي انك تبدا من غير بلان او خطه تمشي عليها. بالظبط، انك عاوز تكسب فلوس دي مش خطه، لازم يكون عندك خطه معينه تمشي عليها. هتكسب فلوس قد ايه، وتدخل بحجم صفقه قد ايه، وتحدد اهداف من الدخول وتحدد اهداف للخروج. تخيل بقى لما انت تكون عامل خطه كويسه وكمان في نفس الوقت عارف ايه المجريات بتاعت السوق والسوق بيمشي ازاي وكده، وتخطأ خطأ يعني تافه جدا، زي خطأ انك ما تعرفش الاسواق بتكون فلويد امتى، بتبقى سايله امتى، بيبقى في ناس بتبيع وتشتري كتير في فتره معينه. طب وده بيرجع ليه؟ ده بيرجع مثلا لتوقيتات معينه، في بلد كامله ممكن تكون صاحيه في التوقيت ده، او التوقيت ده مثلا مناسب لبلد معين. يعني هنقول مثلا اليابان قبلنا ب7 ساعات، فاحنا يعني المفروض نكون احنا لما بنصحى من النوم في مصر نكون عاملين حسابنا ان الفتره اللي احنا بنصحى فيها بيكون فيها سوق اكتف وسوق تاني مش اكتف، فلازم نعرف حاجه شبه كده ونحدد التوقيتات اللي الاسواق بتفتح فيها. في خطأ تاني برضو كتير من الناس بتقع فيه، وهو الايموشنال تريدنج، او التداول العاطفي، او التداول بالعاطفه او بالاحساس زي ما بنقول. انت ممكن تبدا يعني صفقه بناء على فكره، الفكره دي بيكون ليها اساس، الاساس ده حاجه مترتبه بناء على حاجات شفتها وتحليلات انت عملتها. لكن عكس ده، ان انت تحس مثلا ان سهم هيطلع او سعر حاجه هيطلع، لو دخلت صفقه بناء على احساس او سنس زي ما بنقول، غالبا مش هتجيب نتائج كويسه زي ما تدخل بناء على فكره او تحليل انت عامله. وخطا تاني مهم جدا، انك تدخل صفقه من غير ما تحط حاجه اسمها تيك بروفيت والستوب لوس، اللي هو اخذ الربح ووقف الخساره بتاعتك. انت كده بتسيب الصفقه بتاعتك عايمه في السوق، مش هتعرف هي هتنزل لحد كام ولا تطلع لحد كام، فانت كده ممكن عرضه للحساب بتاعك يتصفر وتخسر كل فلوسك. طيب هو ايه اصلا الستوب لوس والتيك بروفيت؟ يعني الناس اللي ما كانتش تابعت الفيديوهات اللي فاتت، ايه هي الستوب لوس والتيك بروفيت بسرعه كده؟ سريعا كده، الستوب لوس والتيك بروفيت هم حدود بحطها للصفقه بتاعتي. يعني في حاجه اسمها حد مكسب ووقف خساره، دول انت بتدخل الصفقه معرض انها تطلع وتنزل زي ما شرحت في الفيديوهات اللي فاتت، عشان تعرف انت بتكسب من الطلوع ولا بتخسر من النزول. فانت بتحط حدود بتقفل الصفقه لوحديها، انت بتكون حاسبها من التكنيكال اناليسيس والفاندمنتال من تحليلاتك انت، فبتعرف الارقام دي فين بالظبط عشان تعرف ميعاد قفل الصفقه بتاعتك من غير مخاطره. او اضافه على كلامك برضو، لما تحط حد للخساره مهم جدا بنفس اهميه انك تحط حد للمكسب. يعني لو حطيت حد للخساره ده هيكون مهم جدا انك تتعلم ازاي تخسر صح، انك تتعلم ازاي تخسر في السوق بطريقه ما تخسركش كل الاكونت بتاعك، او ما تخسركش كل اللي انت بتبنيه. فمش صفقه واحده بس تخسرها هي اللي ممكن تخليك متداول فاشل، او انك يعني غير ناجح في التداول. انك تخسر بطريقه صح هي اللي هتخليك متداول ناجح. فما ينفعش برضو، ده خطا تاني على فكره كتير من المتداولين بيقعوا فيه، اللي هم مش بيحبوا يخسروا، مش بيحبوا صفقه واحده بس تطلع عندهم خسرانه، وده طبعا مش صح. يعني انت ممكن تخسر صفقات كتير جدا، لكن تكسب صفقات اكتر وتكسب حجم اكبر. فلازم تتعلم تخسر صح، مش تتعلم ما تخسرش خالص. طيب يعني انا ممكن مثلا يكون الصفقه بتاعتي انا يعني عامل الستوب لوس بتاعها او وقف الخساره عند ان انا جاهز ان اخسر 5 دولار، هو ده الرقم او البرايس اللي انا حاطه عنده. طب هل صح او طبيعي ان انا مثلا حسيت ان انا الصفقه هتنزل شويه كمان، بس مش هتنزل لدرجه انها تخسر مثلا 10 دولار، فانا هحط الستوب لوس انزله كمان شويه، بدل ما كان عند 5 دولار جاهز اخسرهم انا جاهز اخسر 10، لان انا عارف ان انا مش هخسر 10، او حسيت ان انا ايه الصفقه مش هتخسرني اكتر من كده
ولكن هتطلع بعديها. هي المنصه بتتيح لك انك تعمل كده، بس ده خطا من الاخطاء اللي بنتكلم عليها في الاخطاء في التحكم في المشاعر. فانت لو قعدت تنزل ومش متقبل الخساره بتاعتك، فانت كل ما يقرب هتقعد تنزل 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 لحد ما تلاقي انك عامل مخاطره في راس مالك. فاحنا بنقول ان من طبقا لتحليلك انت تقدر انك تحط الرقم الصح وانك تتقبل الخساره بتاعته. او بيقولوا برضو ايه، يعني في مقوله كده انك ما تتزوجش من الصفقه بتاعتك، او ما يعني ما تخليش في علاقه بينك وبين الصفقه بتاعتك علاقه عاطفيه. يعني انت خلاص دخلت الصفقه، انت بالنسبه لك الموضوع بقى شغل، يعني تخسر تكسب خلاص مش مشكله، يعني فكر في الصفقه اللي بعدها حتى بعد ما دخلت الصفقه دي. طب لو انا بقى دخلت الصفقه وخسرت، هل صح ان انا اعوض فيها واعمل فيها في نفس الصفقه وافتح فيها صفقه تاني، ولا اعمل ايه فيها؟ انا محتاج ادرس الصفقه اللي انا بدخلها. انا مش مجرد بس اللي هو ايه، انا مش بنتقم من الصفقه اللي انا خسرت. ما فيش، ما ينفعش يكون في المشاعر اللي هو ايه الجشعه او الانتقام والكلام ده، ما تشيل المشاعر من التريدنج بتاعك او الخطه بتاعت التداول. لو انت شايف انك لو هتدخل الصفقه دي تاني بناء على خطه جديده او استراتيجيه جديده هتطبقها، ماشي. لكن لو انت مجرد بس، انت نفترض ان السعر نزل وانت كنت يعني مراهن على ان السعر ومعامل الخطه بتاعتك على ان السعر ينزل، وفعلا السعر نزل فكسبت شويه، ولكن جت فتره ان او مرحله ان السعر ارتفع بسبب ان في خبر من الاخبار اللي بتساعد العمله اللي انت كنت داخل ضدها، خبر ساعدها، فالخبر ده خلى السعر يرتفع. ففي الحاله دي انت يعني الخطه بتاعتك ما ظبطتش. مش ما ينفعش بقى تقوم قايل لا ده انا هغير الخطه بسرعه واقوم نازل واقوم اقفل الصفقه وفتح صفقه جديده بشكل هستيري او بشكل يخلي مشاعرك هي اللي تحرك الصفقات بتاعتك. لازم دخولك وخروجك من اي صفقه يكون بناء على خطه انت محددها واستراتيجيه وتحليل انت عامله للسوق، مش مجرد انا شايف السعر بيطلع والسعر بينزل فيلا هقفل وافتح وزي ما تيجي بقى. ما ينفعش كده، في شغل وفي مجهود بيتحط. ولا انت رايك ايه؟ انا شايف برضو ان انت لازم يعني تشيل خالص الجانب الشعوري بتاعك او الجانب الانساني من التداول، لان في مشاعر كتير جدا هتاثر عليك. يعني عادل دلوقتي قال مشاعر الانتقام، انك ممكن تخسر في صفقه معينه فتدخل في نفس الزوج تاني او نفس العمله تاني عشان تكسب منها، يعني مشاعر انك تاخد بصقرك من الصفقه دي، فده طبعا مش صح. يعني انت مش هتصارع السوق بالظبط. ومن الحاجات برضو اللي في ناس كتير يعني بتشتكي منها هي انها بتحس بالضغط في السوق، بتحس بستريس عليها لما تلاقي على طول السهم طالع نازل وحاجات كتير كده، فبتحس ان في استريس على مشاعرها. فبما انك هتاخد التريدنج كوظيفه او كشغل، شوف في كام حد في العالم مثلا بيعمل الوظيفه بتاعته وهو تحت الضغط. يعني ممكن الشرطي بيعمل الوظيفه بتاعته وهو تحت الضغط، رجل اطفاء بيعمل الوظيفه بتاعته وهو خايف وهو مضغوط وهو حاجات كتير جدا، لكن بينفذ الوظيفه بتاعته برضه. انت كمتداول لازم تعمل كده. في الاول انا تجربتي الشخصيه اهملت خالص المشاعر، يعني قلت مشاعري المشاعر سهله انك تتحكم فيها اثناء التداول، واهملتها خالص لدرجه ان انا من كتر ما انا خسرت بسبب ان انا اهملت مشاعر التحكم في المشاعر بتاعتي، وقفت تريدنج خالص وقلت ان السوق خلاص انا مش هعرف اخش فيه. وكانت تجربه شخصيه ليا ان انا وقفت بتاع 5 شهور كده لحد يعني ما ابتديت ادرس المشاعر اللي اتكلمنا عليها النهارده تفصيلي، لحد ما عرفت يعني ابقى متداول مستقر ورجعت تاني للسوق. بالمناسبه يا جماعه، الاخطاء والحاجات اللي احنا بنكلمكم عنها دي كلنا وقعنا فيها، احنا الثلاثه وقعنا فيها. كان في مثلا حد فينا فتره حس ان يعني في البدايه لما كنا بنبدا ان الصفقه بتخسر قدامي ده لازم اقفلها، الكلام ده كله. فكل ده مع الوقت مع البدايات كلنا بنقع فيه. احنا بنكلمكم النهارده في الفيديو ده عشان مش نقول لكم الحاجات اللي انت ما ينفعش تقع فيها، والحاجات اللي لما تبدا تغلب عليها وتجنبها وبالكلام بتاعنا هتعرف تتغلب عليها. لا، احنا بنوعيكم وبنفهمكم ان احنا مدركين الحاجات دي هتقع فيها. يعني رغم انك مثلا دخلت اتفرجت على الفيديو ده دلوقتي وبعدين جيت تحط الفلوس بتاعتك في اكونت حقيقي، ساعتها تقع فيه. عشان كده دايما بنرشح للناس انك لما تيجي ابدا باكونت تجريبي، ما تبداش على طول بفلوسك الحقيقيه، لان الحاجات دي كلها هتيجي مع بعض، كل الاخطاء اللي قلناها دي هتيجي مع بعض في مره واحده كده، وهتخليك تحس ان التداول ده مثلا نصب او الناس السوق بياخد فلوسك، رغم انك داخل بكل حريه ومحدش ضربك على ايدك وقال لك خش حط فلوسك واكسب او اخسر. يعني السوق قدامك والصفقه بتفتح وتقفل قدامك بسبب ان السوق بيطلع وبينزل. انت ممكن تقول انا ما اتضحك عليا، ده التريدر مثلا او المنصه دي بتاخد الفلوس وبتطلع وتنزل السعر. مش الكلام ده، العالم كله بيتريد على نفس الحاجه اللي انت بتريد فيها، فما فيش هنا ظلم او نوع من انواع النصب، مفيش الكلام ده.
هو انت لازم تكون متعلم كويس، ولازم تكون محضر وحاطط خطه وكل الكلام ده. ومهم جدا تجرب الخطه دي على اكونت ديمو او اكونت تجريبي الاول، بحيث انك تجرب الاستراتيجيات وتشوف اذا كانت هتنفع معاك ولا مش هتنفع معاك. لكن في خطا تاني برضو في ناس كتير بتقع فيه، انهم بيقعدوا فتره طويله جدا على اكونت ديمو او على اكونت تجريبي، يعني ممكن يقعدوا اكتر من سنه على اكونت تجريبي، فده ممكن يؤثر على مشاعرهم بطريقه معينه. في خطا تاني برضو ممكن نتكلم عنه، وهو نسخ الاشارات. الاشارات دي يعني سريعا اللي هي صفقه من تحليل حد تاني بيديها لك، يقول لك ادخل الصفقه هنا وحط لها تيك بروفيت وستوب لوس. هل صح ان انا ادخل الصفقه من غير ما اعمل اي تحليل عليها، يا دوب بس ان انا انسخها وانساها، ولا اعمل ايه؟ انا مش شايف ان ده حاجه مظبوطه تماما. انت الواحد يعني لما يشوف مثلا الاشاره اللي باشمهندس عبد الحميد بيقول عليها، الاشاره دي مجرد بيقول لك اشتري عند كذا وبيع عند كذا وما تشغلش دماغك، هل انت فكره كده بشكل منطقي؟ انا بقول لك دلوقتي هات فلوسك وما تشغلش دماغك اللي هيحصل فيها، هتخسر هتكسب، هل انت تقدر تستوعب الحاجه دي منطقيا؟ لا، انت لازم تفكر هو انا بحط الفلوس دي في ايه. الحاجه دي لما تيجي مثلا عايز اشوف زوج العملات او البير بتاع العملات اللي انا هحط فيه فلوسي، هشتري ولا هبيع؟ طب انا هشتري عشان حصل ايه، هبيع عشان حصل ايه؟ هل في خبر مثلا خلى الدولار الامريكي قيمته السوقيه ترتفع فعشان كده هخش اشتري منه عشان لما سعره يزيد اقوم بايعه بالتيك بروفيت ان انا احطه، اقوم بايعه يبقى خلاص كده هاخد الفرق ده؟ طب انا لما بعمل ده عشان الخبر، ولا بعمل ده عشان التحليل الفني اللي انا عملته على التشارت؟ فلازم على الاقل لما تيجي تشوف اشاره او تيجي تشوف سيجنال مبعوثه على اي جروب انت مشترك عليه بتاع اشارات. بالمناسبه احنا عاملين جروب اشارات في الاكاديميه، لو انتم مش مدركين ايه الموضوع ده، جروب اشارات بنبحث عليه اشارات من تحليلنا، وبتكون يعني الحمد لله بتكسب يعني، ما علينا. فلازم لازم تعمل التحليل بتاعك للاشاره دي، ما تاخدهاش كده بعمياني، لان ده المنطقي، انت بتحط فلوسك في حاجه فلازم تعرف انت بتحطها في ايه. خطا شائع جدا من الاخطاء اللي ممكن تحس انها منطقيه جدا وطبيعيه جدا، بس هي خطا كبير، وهي فكره انك ما تحطش البيت بتاعك كله في سله واحده. معناه ايه؟ معناه مثلا نفترض انك عملت التحليل بتاعك على زوم من العملات، او يا سيدي عملته على الذهب قصاد الدولار الامريكي، ولقيت ان هي بروميسنج، شفتها كده لحظه ولقيت ايه ده بروميسنج، فتقوم ايه داخل بكل فلوسك اللي في الاكونت بتاعك كل حاجه وانت داخل في الصفقه دي، فبقى كل الفلوس بتاعتك مرهونه ايه او محطوطه قصاد عمله واحده، الدولار قصاد مثلا اليورو، الدولار قصاد الذهب وهكذا، فحطيت كل فلوسك في الموضوع ده. حصل اي سبايك في السوق، حصل اي مثلا حاجه خلت السوق يطلع بسبب خبر او بسبب مثلا ايموشن كان موجود في السوق والناس بدات تشتري او تبيع فيها، فبسبب انك حطيت كل الفلوس اللي معاك او البيض بتاعك في السله الواحده دي خسرت كل فلوسك والاكونت بتاعك اتصفر. فده خطا شائع جدا. لو عملت تحليل على بير معين او زوج عملات معين، محتاج برضو تعمل تحليل للمخاطره. انت لو خسرت مثلا هتخسر قد ايه من الاكونت بتاعك؟ ما تخسرش كل الاكونت بتاعك في صفقه واحده بس. يعني ما ينفعش بس تدخل الصفقه بناء على تحليل فني وتحليل اساسي، يعني حتى لو انت متاكد من تحليلك الفني وتحليلك الاساسي لازم يكون عندك نوع من اداره راس المال. ما ينفعش تحط راس مالك كله في صفقه واحده، دي طبعا خطا كبير جدا وبسهوله ممكن يخسرك كل فلوسك. لان ببساطه لو نجحت في كل الصفقات مثلا لحد دلوقتي اللي انت بتحط فيها راس مالك كله، صفقة واحدة بس غلط كفيلة انها تضيع لك كل اللي انت عملته قبل كده. فهيبقى غلط جدا انك يعني تحط كل البيض في سلة واحدة او انك تدخل بكل راس مالك في صفقة واحدة. يعني نفترض مثلا انا معايا دلوقتي 100 دولار، فعايز ادخل مثلا صفقة في الذهب، عايز اشتري ذهب، هل احط مثلا 50 ولا احط 10 ولا ايه المبلغ المناسب اللي انا ممكن احطه، او مايل بمقارنة بالمبلغ اللي معايا ال 100 دولار اللي معايا، الرقم ده اوكي ان انا ادخل اخاطر بيه ان هو ممكن اخسره، انا قابل ان انا اخسر لحد جدا؟ هو يعني في معادلات كتير جدا عشان تحسب الريسك بتاعك او الريسك مانجمنت بتاعتك، وكل واحد برضو على حسب نسبه المخاطره اللي هو قادر يعملها وعلى حسب هو قادر يخاطر قد ايه. بس لو راس مالك زي 100 دولار اعتقد يعني ان ما ينفعش تريسك في الصفقه الواحده اكتر من 5 دولار كحد اقصى، يعني تدخل تحط الستوب لوس بتاع الصفقه الواحده 5 دولار وده يكون حد اقصى، يعني ما تعديهوش اصلا ال 5 دولار دي في الصفقه الواحده. ساعات الحماس الزايد في بدايه التداول يخليك تعمل خطا مشهور جدا وهو الاوفر تريدنج، او ان انت تدخل صفقات كتير جدا، تحاول تدخل في كل البيرز الموجوده او كل الاسهم المتاحه ليك، تحاول تدخل فيها كلها مره واحده صفقات وتعمل حاجه اسمها اوفر تريدنج. وكمان ممكن تتداول ساعات طويله جدا، يعني ممكن تقعد 14 ساعه تتداول، دي حاجه
يعني عقلك مش هيستوعبها او مش هيتحملها ان انت تحلل بيانات لمده طويله جدا زي 14 ساعه. فانت شايف ايه؟ يعني تعتقد ان انت يعني هيكون بالنسبه لك انك تتداول وقت طويل جدا صفقات كتير افضل، ولا يعني صفقات قليله بس تكون مركز فيها افضل؟ انا بصراحه شايف الموضوع ده بيعتمد اولا يعتمد على الشخص. انا مثلا لو بشتغل وعندي وظيفه كام يعني فول تايم في بنك، او مش لازم في بنك، انا ليه قلت في بنك؟ لا، في ايا كان يعني الوظيفه اللي عندك، فانت محتاج ان يكون ساعات التريدنج بتاعتك هتكون اولا عشان زي ما اتكلمنا في الاول في البيرز او الازواج اللي هتكون اكتف في الفتره اللي انت هتقدر تتريد فيها. طب انت مش اصلا متاح بالنسبه لك انك تقعد تعمل تتريد لفتره طويله زي ما باشمهندس ياسين بيقول، انت لازم تخلي كل تركيزك في الفتره اللي انت هتريد فيها، ما تريدش وخلاص في 12 ساعه. 12 ساعه انت تخيل بتقعد قاعد تشوف تعمل انديكيتورز تحليلات لمده 12 ساعه، انت مخك هيطير اصلا. فمش هينفع، ما اظنش ان ده حل مناسب ان حد يقدر يعمله. انا شايف برضو انك يعني لما تيجي تبدا تتداول ما تبعد خالص عن الاوفر تريدنج او اللونج تيرم تريدنج في حوار الاسهم والعملات يعني مشتت نفسك. لو عايز تعمل لونج تيرم او شورت تيرم اختار حاجه معينه، يعني اختار مثلا انا دلوقتي هتداول في الفوركس، ما اروحش مثلا عامل تحليلات على الفوركس واروح عامل تحليلات على الاسهم وراح عامل تحليلات على الباينري، انا كده دماغي هتبقى مركزه فين، ممكن ده ياثر على تحليلاتي عشان يعني مضطر ان انا ايه افتح كل سوق واعرف مجرياته ايه وادرس منه تحليل فني وتحليل اساسي. وده برده ممكن يودينا لحاجه تانية وهي الخبره في اللاشيء. يعني مثلا ممكن حد يبدا يشتت نفسه في حاجات كتير زي ما مستر عبد الحميد قال وما يكونش عنده خبره في حاجه معينه، مع ان الافضل انك تبدا في بير معين او في حاجه معينه تكون متخصص فيها تدرسها بشكل كويس وتحللها وتقضي وقت طويل على مراقبة السوق والسوق المعين اللي انت اخترته ده، ولو لقيت نفسك بقيت كويس مثلا في السوق ده ممكن تضيف ليه سوق تاني بعد فترة معينة، لكن لازم تحدد يعني جزء معين في سوق معين وتكون متخصص فيه عشان تقدر تكسب منه فلوس. بس كده يا شباب، دي كانت بعض الأخطاء اللي احنا يعني أخطاء مهمة جدا انك تكون عارف عنها قبل ما تدخل في مجال التداول، وفي نفس الوقت التغلب على الأخطاء دي ما بتكونش من يوم وليلة. انت بتقعد رحلتك في التداول بتكون مثلا في يوم من الايام انت مثلا مضغوط او حاجه فدخلت تعمل صفقه معينه، فبسبب الضغط بتاعك كنت انت زعلان، فالزعل مشاعرك تدخلت رغم انك لسه متفرج على محاضره اول امبارح، انك ما تخليش مشاعرك تدخل في التداول. فكل الكلام ده هيحصل معاك على فترات، يعني مش من يوم وليله هتلاقي نفسك خلاص كل المشاكل دي او الاخطاء دي تغلبت عليها ومش هتحصل، مش هتقع فيها تاني. فبس مهم جدا انك تخليها دايما في اعتبارك وفي بالك ان الاخطاء دي هتحصل، وبدايه كده لما بتبدا تشوفها ممكن تشوفها بنفسك لما تبدا تدور في الاكونت التجريبي. فلما تبدا تدور في الاكونت التجريبي ممكن تقع في خطا مثلا انك تعمل اوفر تريدنج، ممكن تقع في خطا انك شفت صفقه هتنزل قوي فقمت مقلل الستوب لوس، وهكذا كل الاخطاء اللي اتكلمنا عليها في الفيديو دي. فاتمنى اكون استفدتوا من الفيديو، ولو في حد فيكم عنده اي اسئله او اي حاجه يعني في الكومنتس، او حتى ممكن تدخلوا على القناه المجانيه اللي احنا عاملينها بنعمل عليها بنشرح فيها حاجات وبنفتح لايفز كتير بحيث ان احنا نستقبل اسئلتكم يعني ونجاوب عليها في اللايف. زياده على كده ان على فكره بيبقى في شويه حركات كده ومسابقات وحوارات بتحصل في الـ في الـ في القناه المجانيه دي، فيعني ارشح انكم تنزلوا تشوفوا القناه وتتابعوا القناه عشان ايه اي حاجه متعلقه بالموضوع ده على طول توصل لكم يعني. فشكرا ليكم وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. طيب.